اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. كل سنه وحضراتكم بخير، كل سنه والشعب المصري بخير وسلام وايد واحده ومتكاتف على كلمه واحده، تحيا مصر الشعب الجميل الحلو الطيب. كل سنه وكل اخواننا في العرب في كل انحاء الدول العربيه بخير وسلام. العيد بكره ان شاء الله، حبيت النهارده يكون ختامها مسك مع الشهر الكريم، يعني خرجنا من جو الفول والسمبوسه والشوربه، هنعمل حاجه النهارده لطيفه قوي، هنعمل طبق كشري، والكشري ده اقاويل كتيره يقول لك هندي اصله مش عارف باكستاني، هي الكشري مصري مصري، لانه بيشارك فيه الرز المصري، نعمله في الصين، نعمله في المريخ، من غير الرز المصري ما بقاش كشري، هنعمل الكشري النهارده بتفاصيله، وزي ما قلت مع بدايه الشهر الكريم رمضان في مصر حاجه تانيه، خلص على خير ولكن السر في التفاصيل. الكشري النهارده فيه تفاصيل كتيره هنعمله في حله واحده، وسهل على حضراتكم ازاي تعملي طبق الكشري في حله واحده مع كثير من الصلصات، صلصه حاره او بارده. معانا دبابيس الفراخ النهارده هنعملها مع الباربيكيو صوص، الاولاد بيحبوها، واحنا دورنا في الاسره والام وكل ام بتتابعنا دلوقتي تلفت الانظار للاطفال الحلوين بالذات اللي صابوا الشهر الكريم واللي هيعيدوا معانا، فابدا بنلوم الحاجه اللي بيحبوها. دبابيس الفراخ هنعملها مع الباربيكيو صوص، في ايدك تخليه سبايسي او مش سبايسي حسب الرغبه. معانا النهارده رغيف الحواوشي، بيختلف الاقاويل فيه برضو من محافظه لمحافظه، هنعمله النهارده بطريقه الخاصه والتركايه اللي اتعودتوا عليها من الشيف المغازي، ازاي اللحم الضاني لما نعمله حواوشي نتلاشى الزفاره بتاعته، هي فص مستكه حلو كده نسيحه على اللحمه المفرومه مع البصله مع القرن المشطشط، هيبقى احلى رغيف حواوشي في مصر كلها. طبعا عدل السفره بتاعتنا دي طبق ترش، مش هنشتري ترش من بره، هعمل ايه؟ هعمل شويه خيار مخلل بطريقتي، بما ان الكشري فيه صلصه والصلصه دي ممكن تعمل مشاكل حموضه، فالخيار طبيعته بيعالج الحموضه وبيساعد على الهضم، فهعمله سلطه النهارده بالثوم. طيب عدل السفره ايه كمان؟ حاجه لطيفه قوي على فكره، السفره اللي انتوا شايفينها ديت لازم نعمل معاها عصير، حابين تعملوا عصير ليمون بالنعناع، تعملوا عصير ممكن فراوله، عصير بطيخ زي الفل، مفيش اي مشكله. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعت النهارده، وحبيت اعيد على حضراتكم، ولكن العيد لنا مفاجات كالعاده على شاشه القناه الاولى، وانتظروا مننا مفاجات ان شاء الله بكره كثيره جدا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والتفاصيل عندنا على شاشه القناه الاولى. انا عايز مخرجنا الجميل، كل سنه طيب يا استاذ شفيق، نستعرض مقادير الكشري. عندنا مكرونه صغيره اللي بنعملها المبكبكه، ودي موجوده في اي سوبر ماركت. العدس ابو جبه بيسموه العدس الاسمر، والعدس ابو جبه في الخليج يسموه العدس الاسمر، احنا بنسميه في مصر هنا عند العطار عدس ابو جبه. وليه ابو جبه؟ لان حبات العدس مغطاه بكفره من الخارج، لما بتتفتح تبقى حمرا يبقى يقول لك العدس المصري. طبعا ده من خير ارضنا. الرز المصري بتاعنا اللي هو عنوان الكشري، شعريه متحمره، شويه حمص، والحمص ده اختياري. الصلصه بتاعتنا حاره نعملها ومجهزه، ليها تركايه كده هنعملها مع حضراتكم. هنعمل دقه الكشري اللي هي عباره عن حاجات، سبع حاجات دقه الكشري، سبع حاجات اللي هي الشطه والكمون وعندك الزيت وشويه خل حلوين وعصره ليمون، هي دي الدقه بتاعت الشطه. تعالوا مع بعض نعمل الكشري ده في حله واحده سريعا مع بعض. هنعمله بزيت ولا بسمنه؟ طبيعي يتعمل بزيت، شويه زيت صغيرين في حله شديده الحراره عشان ما ناخدش وقت بالشكل ده كده، ونمسك البصلايه نحمرها. البصلايه لازم تاخد لون في التحميره كده، وانا بحمر انا هعمل الكشري ده كله في حله واحده، ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. احمر بصلايه حلوه في شويه زيت، وانزل بفص ثوم حلوه كده. كشري معانا في حله واحده، الطعم مختلف وله تفاصيل. عندنا روزماري حلو، شفت بقى التركايه دي بقى؟ اه كشري يعني مش عايزين يبقى زي بتاع المحلات بره، لا خالص، انت خليكي ليكي اضافتك كده. اه عيد الروزماري ده حلو، بشيل ريحه البصله اهو، انزل على البصله دي يا عم الشيف. بيه بقى نصلي على الحبيب قلبك يطيب. ايه من الخمس حاجات دول؟ العدس، الله، العدس ابو جبه، العدس الاسمر بدا يفتح عيونه عليا بالسعاده ويقول لي كل سنه وانت طيب يا شيف، مع عود روزماري مع بصلايه مع توميه، بيقول لي انا عايز شويه زيت زيتون تاني، انا بحب زيت الزيتون. حاضر يا فندم، احط لك زيت زيتون، اه اغرقك زيت زيتون. اه هنزل بالعدس ده بعد، خد العدس، خد اتحمر من البصله والتومه والروزماري، ننزل بيه يا شيف. لحظه واحده كده، ننزل بالرز. يا نعم، مين من الحبايب؟ نحط هنا شويه اللي ايه، لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك يا شيف.
شويه الملح لان انا حاطط عدس كده مظبوط. المرحله دي سن فلفل صغيره. ننزل بالايه بعد كده يا عم الشيف؟ بالشعريه متحمره جاهزه. واحده واحده كده. الشعريه دي كمان زي الفل كده. شايفين الخطوات ديت؟ معانا التفاصيل، مخرجنا الجميل، اساتذه المصورين اللي بعيد عليهم، كل سنه وانتم طيبين. انا حطيت كده دلوقتي يا شيف تاني معلش بصلايه معاها عدس اسمر، حمرتها مع التومه، دلعتها، نزلت بعد كده بالرز، نزلت بعد كده بالشعريه، نزلت بعد كده بالايه؟ بالمكرونه، واحده واحده مع بعض كده. معانا ايه تاني يا شيف؟ اسباكيتي. ناخد الاسباكيتي دي مش هتتحط سليمه، هنكسرها. اللهم صل على النبي. كده كده كده. ايه السله؟ احنا ورانا حاجه؟ انا بجهز دلوقتي الشوربه او الميه اللي انا هسلق فيها الكشري. تركيت الشيف المغازي، حطيت شويه ملح، شويه فلفل، سنه بابريكا، شويه كمون حلوين لان العدس ده بيعمل غازات، وندوب ده كله في قلب الميه. يا حوده يا عم محمود، تفاصيل خرجنا الجميل، سلسله المصورين، في حله واحده. حط ميه لغايه فين بقى؟ قول له بقى ده في عدس وفي مكرونه وفي رز، ايه الجمال ده؟ اطمئني انت، لو زادت الميه منك شويه عندك مكرونه هتشربها وعندك رز. اسيب كل ده في القلب الحله وهد النار واسيبه، مش هقلبه دلوقتي خالص بالشكل ده كده. تمام، الكشري خلص. ربنا يكبر بخاطرك. حط شويه الميه دول كمان ونغطي الحله دي وننساها. عيني حاضر. طبعا حضراتكم شايفين الصوره، واعتقد ان في ممكن حد جه متاخر دلوقتي شاف كل حاجه بتتحط في الحله، قال لك ايه العك كده؟ وارد، انا ولا بتفرج ومش عارف اقول كده، نفس القصه. انا حمرت البصله مع التومه مع العدس، دي مرحله ولازم اهيئها كده وادلعها. نزلت بتاني حاجه الرز، نزلت بعد الرز الشعريه لان لازم الرز والشعريه الاثنين يبقوا جنب بعض. نزلت بعد الشعريه، نزلت بالايه يا عم الشيف؟ بالمكرونه بتاعتي، النوعين، مكرونه اسباكيتي ومكرونه اللي هي الصغيره دي اللي هي بتاعت المكرونه المبكبكه، واغطيها. ومجرد ما اغطيها خلاص زي ما هي كده، سيبها بقى وظبط الملح في الميه وكل حاجه ومدلعها اخر دلع. مطلوب مني ان انا اشيل كل حاجه من هنا، ومعايا الحمص الشام مسلوق جاهز، مش هحطه دلوقتي، ممكن احطه وانا بقدم الكشري بتاعي. سيبوني اروق الكاونتر بتاعي عشان عندي شويه دبابيس عايز اعمل لهم الباربيكيو صوص، يتعمل مع الفراخ، يتعمل مع لحمه، يتعمل مع سمك، يتعمل مع خضار، في مدرسه كده للباربيكيو صوص. خلينا نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وخط سير الحلقه. الكشري على النار، بنهد النار طبيعي علشان الرز بتاعنا ما يشدش وما يبقاش فيه ريحه شياط، لان الكشري فيه كل حاجه، فلو شاط مني اعيط. خلي بالك كانت فيه كل حاجه، الحله فيها كل حاجه. نبص عليه بصه كده قبل ما نخش على اللي بعده، اهو كل ده بيستوي مع بعض، رز مع شعريه مع مكرونه مع عدس، هو ده. نقفل الحله ونسيبها. طيب انا هعمل دلوقتي دبابيس الفراخ، هنشوف نعملها ازاي مع بعض مع الباربيكيو صوص. المقادير على الشاشه، دبابيس فراخ، صويا صوص، معلقه خل، معجون طماطم او صلصه طماطم، ثوم، سكر بني علشان الباربيكيو صوص، فلفل حار او ممكن تحط شطه زي ما انت حابه. حلو الكلام، كل دي مقادير مع بعضيهم، وفص ثوم حلو وبصله ناعمه. تعال ناخد اول حاجه دبابيس الفراخ وتبلها، اخدها زي ما هي كده، اللهم صل على النبي، واحطها في الكسروله دي كده. بس انا اعمل حاجه حلوه كده علشان معانا مشكله مع دبابيس الفراخ لما بنيجي ناكلها يا شيف، بنلاقي في دم ما بين اللحم والعظمه بتاعت الدبوس، فبسيبها واقوم ازعل. انا بقى هنا اعمل ايه؟ لحظه واحده، اجيب السكينه الصغيره اللي معايا دي كده اهي، تعالي، واخد كل دبوس من دول كده وشرطت الشرطه دي كده وانا واقف. شفتي اهي، دي مهمه جدا. ما عملتش حاجه، امسك الدبوس بايدي ده كده. دي مهمه جدا، انا كده بعمل فراغ واوسع للصلصه بتاعتي، وعمليه التسويه تتم عند العظمه بتاعت الدبوس اللي بيبقى فيه كتله دمويه كده بتزعلني. انا حطيت هنا ايه يا شيف؟ حطيت هنا تومه وشويه بابريكا حلوين بعد ما وسعت الانسجه بتاعتها، واحط كمان شويه
نشا صغيرين كده عشان تبقى كريسبي، تتحمر في الزيت تخش في الباربيكيو يبقى كريسبي. وامسك الدبابيس كده يا عم الشيف، الله بالشكل ده كده، وادلعها. وعندي زيت شديد الحراره، زيت شديد الحراره زي ما انا شغال كده اهو اهو، واخد الفراخ دي كده في قلب الزيت. اللهم صل على النبي اهو. طمنت ان التسويه التتبيله دخلت جوه اهو بالشكل ده كده، وحمرها تحميره حلوه. مش عايزه تحمريها دخليها الفرن، في حال لما تدخليها الفرن مش هتحطها في نشا اهو. وانزل بقى كده ونصلي على الحبيب قلبك كتير. نفس الكاسرولة اللي معايا دي كده، نفس الكاسرولة اهي، نفس الكاسرولة. هعمل الباربيكيو صوص، هعمله ازاي؟ بصلايه ناعمه، فص توم، نفس الكاسرولة، واخد دول على كده على بعض اه، مكعبين زبده. شفت بقى المطبخ شياكه اناقه، ناخده زي ما هو كده اهو، وننزل بوم هنا. ايه يا شي، ايه الدلع ده؟ ونقلب دول مع بعض، نقلبهم بايه؟ بمعلقه خشب. حلو الكلام؟ طلعوا الاكلتين مع بعض. نقلب كده الزبده مع البصلايه تحمر شويه مع التومه مع معلقه النشا اللي هتدي قوام للباربيكيو صوص بتاعي، واستنى على البصلايه ما تاخد لون والتومه تاخد لون بالشكل ده كده، ونشوف اللي بعده. ده المطبخ، والفراخ هي بتتحمر زي الفل. طيب ايه اللي بعده يا عم الشيف؟ اللي بعده ان احنا الكشري بتاعنا ده عنوانه حاجه لطيفه جدا على فكره، ومن غيرها ما بقاش كشري. ايه يا شيف بوغازي؟ البصله المقرمشه المحمره. للبصله المقرمشه المحمره الكريسبي اسرار مع الشيف المغازي، ازاي نعمل بصله مقرمشه مع بعض واحنا مع بعض كده. معانا بصل من خير ارضنا، وتعالي اخلي البصل دي تتحمر معاكي في خلال 3 دقايق، تبقى البصلايه دي مقرمشه، تسمعي صوتها وانت بتاكليها زي سكه القطر كده والقطر ماشي عليها. اه والله، ازاي تحمرها وتقرمشها يا مغازي؟ احنا مع بعض حالا دلوقتي. اه، بصل معانا، نشا في المقادير، شويه بهارات، كمون، بابريكا، معلقه خل صغيره، معلقه عصير ليمون، كل ده على البصل، كل ده على البصل. وانت هتطبخ البصل ولا تحمره؟ اصبر على رزقك يا غالي، الله يرضى عليك، ما تستعجلش عليا. غالي بس غلط، حلو. يلا، انا مش عايز ريحه ايديا بريحتها بصل. طيب هنعمله ازاي البصلايه ديت؟ ودي سر من الاسرار اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. يا الله، تمام. كسرنا زي دي كده، وناخد البصل ده كده اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بصلها الابيض ده انا بحبه على فكره، ده بيجي مواسم مواسم، موسمه دلوقتي اه. البصلايه دي ناخدها يا عم الشيف، الله عليك، اهي زي ما هي كده اهو اهو. همسك البصل ده بقى ادلعه. البصل ده يا شيف عشان احمره عايز له 10 كيلو زيت اه. لو انت هتحمري الزيت ده اه، هتحمري البصل ده في الزيت وقت. شوف انا هعمل ايه بقى دلوقتي وانت معايا كده واحده واحده. نشا نشا اهو، نشا نشا ليه؟ عشان البصلايه تقرمش يطلع لها صوت، وكمان بابريكا اوبا عشان البصلايه تاخد طعم، شويه كمون، يا اللهم صل على النبي، شويه الملح اه اه، الملح على البصلايه. ايه انت يا شيف دي بقى هتطبخ ده؟ ايه ده؟ في اكله في الهند اسمها جادو جودا، هي دي بتتعمل من هنا، بس بتاخد دي بدل النشا اه اه اه. تومه 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 اه اه، زي الفل اه. عصره ليمون عشان يثبت كل ده اه، ما ينزلش في الزيت. الليمون هنا مع البصلايه يثبت الخلطه دي كلها اه. عينيا اهو، كل ده فين يا شيف؟ لسه والله ما خلصتش، حالا بقى، حالا التركايه الحلوه ديت اهو، النعناع الاخضر الحلو ده في قلب البصلايه يا شيف، دي للكشري. يلا اتعلموا يا شباب، اللي عندهم محلات كشري، اللي عندهم محلات كل ديت، عينيا رايح دلوقتي اشيل الفراخ وانزل مكانها بالبصل اهو اهو اهو. النعناع الاخضر ليه يا شيف؟ عشان ريحه البصل اه، زي ما هي كده اه. بس النعناع ده هيتحمر في الزيت دلوقتي ويتفرد في قلب البصلايه. انت مش بتاكلي بصلايه، تاكل موسوعة علمية طهوية فنية اه، زي ده. نشيل الفراخ، اخبارها ايه؟ زي الفل، الاخبار هنا تمام. نخلي دي هنا كده هلا، ونشوف هنعمل مع بعض ايه. اللهم صل على النبي. ناخد الفراخ الحلوة دي كده، نطلعها نحطها في الكسرولة دي. اللهم صل على النبي. دي الفراخ جاهزة،
خليها هنا اوبا، وننزل بالبصلايه دي في قلب الزيت. شوف البصلايه اللي نازله في الزيت فرحانه، عايزه تبين كل الحاجات اللي فيها. البصلايه دي بعد 3 دقايق هتبرج عليها. يا نعم اهو عيني، حاضر في قلب الزيت. نسيبهم كده يتحمروا يا شيف. هناخد بعضينا ونجري دلوقتي، هنطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنرجع نشوف مع بعض بصلايه اتحمرت، الفراخ اللي طلعت من قلب الزيت ديت هتعوم فين دلوقتي؟ هتعوم مع الباربيكيو صوص ونقفله مع بعض. ولكن علشان المصداقيه شعارنا على شاشه القناه الاولى، انا هعمل الباربيكيو صوص مع حضراتكم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ورمضان كريم، ريحه الاستوديو بتتكلم مصري. كشري سر من اسراره البصله المقرمشه اللي بتتحمر في قلب الزيت، والرز المصري اللي الكشري ما يستغناش عنه. نعمله في الصين، نعمله في المريخ، في اي مكان، في الهند، هو الرز المصري عنوان الكشري. ومعانا شويه دبابيس فراخ جاهزين دلوقتي يخشوا على الباربيكيو صوص. التركايه بتاعت الباربيكيو صوص، معايا قرن فلفل كده شويه يعني مش حار قوي، حطيته مع الصلصه الحلوه دي كده. معايا سكر بني بنزل بهنا كده شويه، معجون طماطم، طبعا السكر مع معجون الطماطم مفيش حموضه. شايف اللون ده؟ شويه صويا صوص، الله. وناخد يا عم الشيف دبابيس الفراخ اللي احنا حمرناها من شويه، تاخد غلوه مع الصلصه دي ياوي. هتاكل الدبوس تلاقي طعمه لطيف وحلو، في انسجام ما بين السكر البني والصلصه اللي انا عاملها. ايه الاخبار؟ ننزل كده. يلا، فين الدم هنا؟ ملوش مكانه بينا، ما نحبش الدم احنا، الحمد لله مسلمين. التشريطه اللي انا شرطتها للدبوس شالت كل حاجه من جوه. شايف الدبوس يتاكل كده زي ما هو. عينيا، اتصل بينا محمد من الاسماعيليه، مامته بخير وبعافيه، ربنا يشفيكي يا مامة محمد وكل مامات محمد اللي في الدنيا دي كلها، وكل سنه طيبه يا ماما، وربنا يشفيك ويعافيك يا رب، وكل ام في الكون ربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لكل اهلها واسرتها. اللي ما عندوش ام يا اخوانا حاله يغم، ينام تحت رجليهم ونبوس ايديهم. وصله الرحم، العيد الصغير ده جه، والعيد الفطر والكحك، مش كحك ان احنا عايزين، الكحك ده جه علشان سبب مسببات يبقى فيه صله رحم. نخش بكيلو كحك، نعمل كحكايه حلوه، ونزور اهالينا وحبايبنا ونعيد عليهم، واللي تعبان نزوره في المستشفى ونخبط على بابه. مجرد بنقول له انت عايز حاجه هو صحي خلاص. انتوا عارفين ان في مضادات اكتئاب، زي ما بيقول لك تاخد دواء مضادات حيويه، الدعوات الحلوه والكلمه الحلوه مضاد حيوي، والله العظيم. في واحد بالكلمه الحلوه بيصحى خلاص، بيقول لك انا يا عم صحيت الحمد لله لما انت جيت. واحنا عندنا في الريف المصري والصعيد المصري، لما بزور مريض يجي يقول لك ايه؟ يقول لك والله العظيم يا شيف بوغاز انا صحيت لما انت جيت. لو انا اعرف كده كنت نمت تحت رجلك يا حاج والله. ده انت قاعد هو صحي جواه، صحي خلاص، ايه المشكله؟ جبر الخواطر ده حاجه عند ربنا، بقول لحضراتكم السماء بتتزلزل. عندنا هنا الدبابيس بتعوم مع الباربيكيو صوص، معلقتين النشا فاكرينهم؟ اللي احنا حمرنا كان معاها البصله فاكرينها، واللي مع الفراخ هي اللي مخليها القوام ده موجود. مكان ما تبلت الفراخ كان فيه نشا، فنزلت مع البصل اهو، نقلبها كده ونبص عليها واسيبه يغلي كده ويعيش مع نفسه. حلو الكلام. ايه اللي بعد كده؟ الكشري. طب نغرف الكشري نتفرج عليه كده عشان عندي سلطه هعملها واجري بعد كده. لا، في حواوشي يا استاذ رحاب، ايه رايك ناخد مقادير الحواوشي؟ معانا وقت، معانا وقت، هعمله. المشاهدين يتعودوا مني يشوفوا الحاجه حتى لو ما عملتهاش، يشوفوا ايه الفكره. هاي مكانها والله يا باشا، هاي مكانها يا باشا، مش هشيلها والله. اللحمه المفرومه بصلايه ناعمه، مش هشيلها مكانها ما تخافش. هحط التوبنج بتاعها، تومه، والحواوشي على الشاشه، تومه ناعمه وبصله ناعمه، كل ده ناعم في بعضه. حلو الكلام. ومعلقه معجون طماطم حلوه، شوف التركايه بتاعت المغازه بقى اهي، مع الضاني، حلو قوي. وهعمل ايه كمان؟ البهارات، ملح وفلفل وكمون وشطه، شوية زعتر حلوين، كل ده مع البصلة والتومة، والملح بتاعنا زي الفل، ومعلقة سكر صغيرة زي الفل. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟
وشويه زبده بقى من اللي قلبك يحبها. دي في قلب الصلصه ومعلقه زيت صغيره. حلو قوي. وناخد اللحمه المفرومه دي زي ما هي كده ونقلبها مع الخليط ده كله. الحواوشي بتاع المغازي. ونعجن العجينه دي. زبده يا شيف. سمنه يا شيف. جوه اللحمه بتاعه الحواوشي. يا شيف. ليه؟ عشان تغذي اللقمه اللي انا هحشيها دلوقتي. ما هو رغيف حواوشي بقى ما يجيش واحد يقول لك يا شيف ده ما انت بتاكل حواوشي. بس عشان نبقوا فاهمين القصه ماشيه ازاي. يعني انت بتاكل رغيف حواوشي، ما تبصش بقى لدايت وعامل ريجيم، لا. وبعدين احنا بقى خلاص في اخر الشهر الكريم بنودعه بحاجات شعبيه كده لطيفه. الحواوشي ده اكله شعبيه، الكشري دي اكله شعبيه الكل بياكلها غني وفقير، والغني بيتمنى ياكله كل يوم الصبح. شفت حته اللحمه؟ اهي 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 اهي. اللهم صل على النبي. خلاص ناعمه زي الفل، خليها جنب عينيا كده ونطلع وناخد بعضينا كده ونشوف هنعمل ايه. انا بقى معايا صينيه في الفرن، هبدا ان انا احط الحواوشي فيها واحنا مع بعض. ربنا كرم وشفناه، اهلا وسهلا. بس نبقى عرفنا تتبيله اللحمه بتاعه الحواوشي اتعملت ازاي. حد هيقول لي حطيت معلقه سكر ليه؟ لان حاطط معجون طماطم، فانا عايز اللي ياكل من رغيف الحواوشي ده ما يقومش يجري بصدره ويقول لك انا عندي والله حاسس لها رجع. مع الناس معاها مشاكل مع القولون. طيب تعالوا نغرف الكشري، نتفرج عليه كده واحنا بنغرف عشان نشغل الفراغ بتاعنا. ايه ده ايه الحلاوه دي؟ دلعني مع الكشري. اخد الصينيه دي كده، اللهم صل على النبي، واجي كده اوسع للصينيه دي. يا الله طلع الكشري، اللهم صل على النبي. هو ده، ونجيب مغرفه حلوه. بس انا اقول لك على حاجه، الكشري ما ينفعش تغرفيه كده، لازم تقلبيه تقلبه حلو. البصلايه اخبارها في قلب الزيت بتتحمر، خلي بالك البصلايه دي بقى اللي هنغلف بيها الكشري، وهي دي اللي هتدي له العنوان المصري. بروق الزيت بتاعي عشان المخرج لما يجي هنا بالكاميرا يبقى يدينا رايقه، لان لازم الصوره تبقى حلوه. عينيا. حاضر حاضر. عادل استكوال. شفت الاخبار؟ المكرونه بتيجي تحت والرز بالشعريه بيطلع فوق. عينيا اهو 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 اهو. عينيا. حاضر اهو اهو اهو. نعمل ايه بقى يا عم الشيف؟ نغرف كده دلوقتي مع بعض. يابا بسم الله الرحمن الرحيم. شفت انا بغرف كده؟ شفت بقى ايه اللي بيحصل؟ العدس بيطلع. شفت الجو ده كده؟ العدس فين؟ اهو طالع لك يا باشا العدس. وانا بغرف كده اهو. طبق فيه كل حاجه، وريحتك انا بقى. في العيد هنقعد نعمل بقى حلل كتير واطباق كتيره. احنا ناقصين يا عم الشيف، ده احنا ما صدقنا رمضان خلص. واطلع من المطبخ ريح شويه واقعد مع الولاد شويه. هتعمل لي كشري النهارده ده عايزه 5 6 حلل. لا انت معاك الشيف البغازي. العدس اهو، العدس اللي بتدور عليه يا شفيق اهو. لقيته. حلو الكلام. في حله واحده وعملنا الكشري. احلى شويه كشري. البصلية تطلع متحمره دلوقتي. الصينيه بتلف ليه؟ ولا انا صايم؟ حطيتها على خشبه. حبيبي تسالني انت بتلف ليه؟ مين صايم بقى؟ لسه بدري عليها، لسه بدري. رمضان مشي ليه؟ حلو رمضان، الشغل فيه حلو والله العظيم. خلي بالكم فيه استمتاع. شويه الحمص كده. ايه ده؟ لحمه مفرومه على الكشري؟ ده كلام يا شفيق. واللي ممكن نحط لحم مفرومه؟ ما بقاش كشري بقى رز بالخلط. في ناس بتحط لحم مفرومه وتحط مكسرات، ما هي بقى يعني فتاوي. كشري هو ده لازم العدس المصري بتاعنا، والعدس ابو جبه، ولازم الرز المصري والمكرونه والجو اللي احنا عارفينه ده، والحمص كتروا منه. الحمص ده عايز اقول لحضراتكم قيمه غذائيه عاليه جدا، يتصدر القائمه الاولى للبروتين النباتي. بس الاخبار ايه؟ لسه بدري. بص عليها لسه. عينيا. بس عايز اغرف ال بتاع ده اسمها ايه؟ الدبابيس دي جامده قوي، مش عايز اقول لك. علشان اشتغل في الحواوشي نزلته عليا الشاشه، يبقى انا عملت حاجه. حلو الكلام؟ دبابيس الفراخ هنا زي الفل. اللهم صل على النبي. تعالي بالصلصه بتاعتها. دبوس. شايفه متغلف ازاي؟ قوام الصلصه لطيف ازاي؟ الفلفل الاحمر ده عامل شغل قوي اللي انا حاطه معاه. الباربيكيو صوص احسن من اللي بتشتريه من بره مليون مره، خالي من المواد الحافظه،
خالي من اي حاجه اهو. الشكايه الشكه اللي انا شكيتها للدبوس ولا الفتحه اللي انا فتحتها في الدبوس عامله شغل جامد جدا داخله جوه الانسجه بتاعه حته لحمه، على مسؤوليتي لو لقيتي يعني اي اماره للدم انزل بيه كده. الله، شويه دبابيس فراخ، لا تقولي لي دي كرومي بقى ولا اي حاجه. زي الفل تمام. اقدم الصلصه بتاعه الكشري، بيقول لي فين الصلصه؟ اهي يا غالي صلصه الكشري اقدمها هنا. زي الفل. اللهم صل على النبي. فين المغرفه؟ انا هشتغل في الحواوشي دلوقتي، لا تقلقوا. دي صلصه الكشري بتاعنا، هي نص ونص، مش حر قوي على فكره. عايزاها سبايسي معاكي فلفل حار حطيه جنبك كده على السفره، يعني مش عازمه بقى ضيوف لا خالص، خلي بالك لازم انت تبقي عارفه علشان ممكن ناس مش بتحب الحار. زي الفل. اروق كده وهشتغل في الحواوشي مع حضراتكم واحده واحده. وانا شغال بصلاتكم طلعت معايا، ده خط سير العمل، احطها على وش الكشري سخنه كده ولطيفه، واروق الدنيا دي كده عشان مخرجنا يرضى عني. ربنا يرضى عنك يا ولدي. حلو زي الفل. شويه بقدونس حلوين كده، شويه دبابيس شفتهم في الطبق، سعرهم عادي يعني، بس هنا في الطبق بقى سعرهم غالي، واخدين خبره طهويه، واخدين حب، واخدين طعم بالشكل ده كده. الحواوشي اهو حلو قوي. هنعمله ازاي؟ ادي العيش البلدي بتاعنا زي ما هو كده، ومعانا صينيه في الفرن هطلعها دلوقتي، صف عيش جايبه اهوت، جايب قفص عيش حلو، ومعايا الصينيه بتاعتي سخنه درجه حرارتها عاليه جدا، هطلعها من الفرن دلوقتي احطها قدام على الجريلا سخنه، يعني مش هتاخد وقت منها. احطها هنا كده حلو، وتعالوا نعمل مع بعض الحواوشي واحنا واقفين. هي الفكره كلها احنا مش لازم نعمل متر رغيف اللي معايا دول، نعمل 2 3 4 لغايه مخرجنا ما يقول لي خلاص. اهم حاجه الخلطه بتاعه الحواوشي اتعملت ازاي. مخرجنا الجميل استاذ رحاب بعد اذنكم فرسان برنامج اكله امي، يعني علشان برضو اللي ايه واحنا بنشتغل فيه كده. بص الرغيف اهو، بص بعمل اهو 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 اهو. ما تمليش الرغيف جامد، مش بالكتره، الرغيف الحواوشي كل ما كانت الحشوه فيه متوازنه كل ما بقى له طعم، ما تحسسش ان انا باكل كفته، خلي بالك. زي ما هو كده، لسه ما خلصتش. وفي قلب الطاسه كده رشه زيت حلوه. يا ويل يا ويل يا ويل. اقول لك على تركيه حلوه بقى، هتدعي لي بجد، اسمع دعوه حلوه. شويه زيت من تحمير البصل يا ويلي. اللي انا بحمر فيه البصل. وخليها جنب هنا كمان رغيف. احنا مع بعض لغايه لما تقول لي وقتك خلص الحواوشي يطلع. احنا بس الفكره وصلت للساده المشاهدين النهارده، لان مش مطلوب ان احنا نعمل الاكل ده كله، انا بدي افكار، ولما اعمل 3 4 اكلات او 5 اكلات انتوا بتستاهلوا، انتوا كرمه وبتستاهلوا، ولكن انا بدي افكار. ممكن النهارده حواوشي وسلطه خضراء، حواوشي وسلطه الخيار اللي هعملها دلوقتي، وهكذا اهو. مش لازم تعملي الكشري وتعملي الحواوشي ودبابيس الفراخ خالص يعني. انا شغاله هعمل كمان رغيفين عشان عندي سلطه هطبقها وخلاص. سلطه الخيار دي استاذ رحاب بعد اذنك شوف مقاديرها عشان الساده المشاهدين يعملوها النهارده على الفطار برضه. بنجيب الخيار نقشره، لازم يتقشر حلو الكلام، وبعد ما يتقشر يتقطع بالشكل ده كده. معانا فصين توم حلوين قوي ناعمين، معانا من زيت الزيتون معلقتين، معانا من زيت السمسم معلقه صغيره قوي، معانا كمان شويه ملح وشويه فلفل وسنه بابريكا حلوه، ونحط الخيار دي في قلبيها ونحطها في الثلاجه لمده ساعتين قبل الفطار، مفيش مشكله تطلع. شفت الحواوشي؟ اللهم صل على النبي اهو تمام. عملنا كام رغيف واحنا مع بعض، كل ما تخلص الصينيه نعمل تاني. عيني. حاضر يا فندم. هعمل ايه دلوقتي؟ البصلايه بتاعتي هنا بالشكل ده كده اهي، نبص عليها. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ البصلايه مش عايز اقول لك اهي في قلب الزيت. عينيا مقادير سلطه الخيار على الشاشه، اكتبيها خيار توم
زيت زيتون، زيت سمسم، حط لها صويا صوص، ولو حطيت الصويا صوص ما تحطيش ملح، حاجه من الاثنين. طلع البصلية دي كده يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بصلايه مقرمشه، عايز اقول لحضراتكم صوتها لطيف. ناخد البصل ده السخن ده كده، نوسع كده، لان الكشري تحس ان هو يعني ايه فقير. شفت الجو ده كده؟ بصلايه سخنه، خلي بالك سخنه. بصلايه على طريقه المغازي، شايف مسود ده؟ حلو كده. البصل خلاص، ده مهم جدا. والحواوشي خلاص، هرم هرم من الكشري زي ما حضراتكم شايفين كده، والصلصه جنبه، والحواوشي اخباره ايه؟ اهو تبص عليه، اهو اهو. ناخده على نار شديده ولا ندخله الفرن؟ معانا وقت قد ايه يا استاذه رحاب؟ قولي لي يا ست الكل. حلوين، ناعمه ناعمه اهو، على الصينيه كده يتحط زي الفل اهو. تمام، نار شديده ديت. الكشري اهم حاجه، الحواوشي المعلومه توصل للساده المشاهدين. خلوني بسرعه في الثلاث دقايق اللي باقيين لي دولت، صلصه الخيار ديت اقلبها كده بالتتبيله بتاعتها عشان حضراتكم تعملوها النهارده، عشان الكشري ده معانا مشكله معاه. ايه مشكلته يا عم الشيف؟ بيعمل لنا حموضه الصلصه اللي موجوده فيه. فاجيب طبق حلو زي ده كده، واخد الخيار الحلو ده كده احطه هنا، خيار مغسول وبعد ما اتغسل اتقشر، وحطينا عليه يا عم الشيف فص ثوم حلو وشويه زيت زيتون، حاجه مفيده وتشيل الحموضه. فص ثوم حلو، شوية بقدونس حلوين، سلطة لطيفة وحلوة. مش زبادي بالخيار، لا ده خيار بالثوم والنعناع وزيت الزيتون، أنا بحبه. ورقتين النعناع الحلوين دولت عشان نصلي، لأن الثوم برضه ريحته مش لطيفة. كل ده زي الفل، نقلبهم مع بعض. اللهم صل على النبي. طبعا أنت في المطبخ ما عندكيش مخرج، ما عندكيش أستاذة رحاب هيقول لك بقى دقيقة ده دقيقتين، انت في المطبخ بقى سيناريو بقى، وانت مايسترو، اعمل اللي انت حباه. اهو عيني، حاضر يا فندم والله. اهو زي الفل. عايزه تقدمي مع الكشري ده دقة زي ما قلت لحضراتكم، وبتبقى لطيفة وحلوة، اللي هو الخل والثوم والكمون والزيت، كل دول مع بعضيهم. شوف الحواوشي اخباره ايه؟ ايه الاخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي هو ده، هو ده. ولازم نار هادية، الحواوشي يستوي على نار هاديه عشان اللحمه تستوي جوه، اللقمه ما تتحمرش واللحمه اللي جوه نيه. خلي بالك زمان شغال كده. لو معانا وقت نعمل لكم دقه دلوقتي. دقه عباره عن ايه يا شيف؟ اكتبها ورايا بسرعه. عباره عن توم وخل وليمون وزيت وكمون وملح وفلفل وشطه، كل دول مع بعضيهم. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها شغل كتير، ولكن بحب، لان معنويات الشهر الكريم. عايزين نقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين. مش لازم بقى يعني نخرج برضو الحاجات اللطيفة الحلوة والأكلات اللي بتفكرنا بالزمن الجميل. طبق الكشري ده كل الأمهات بتعمله، عندنا كمان دبابيس الفراخ ممكن تعملها بطريقة جديدة لضيوفك الحلوين اللي جايين يعيدوا معاكي. عملنا كمان الحواوشي اللطيف الحلو، كلنا بنعرف ناكله ازاي بطرق مختلفة وشطار في عمايله، وهو على النار بيستوي، هنقدمه لحضراتكم دلوقتي. ولكن الهدف من الحلقة التغيير، ان احنا طول الشهر بنقدم حاجات مختلفه، والنهارده يوم مختلف تماما زي ما شفت حضراتكم. وبقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين في الشهر الكريم، خلص الحمد لله على خير، ونتمنى السنه كلها تبقى رمضان عشان نعيد على بعض ونسمح كلام حلو ونعيد على بعضينا. وصله الرحم مهمه جدا، وجبران الخاطر زي ما بقول بنهي بيه الحلقه بتاعتي. والعيد فرحه، والعيد كحك العيد، والعيد تواصل مع كل الساده المشاهدين ومع الجيران والحبايب، وكل اللي عنده حبيبه وحشه هيتصل بيه يروح يزوره. والسؤال مهم جدا، رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا مغازي؟ كل عام وانتم بخير، بالتاكيد من مزبيرو.